يلي دهنتي لي بيتي وبسعرك ما غليتي يلي ده. الو الو، مرحبا، شو صار؟ اجى المندوب؟ يلا يلا، مسافة الطريق بس. الله معك، مع السلامة. أرجوك تفهمني يا كابتن وديع، أنا مندوب الهيئة الآسيوية العالمية للملاكمة وصلاحياتي محصورة باختيار اللاعب الأفضل. بس تاريخ الملاكم يوسف حافل بالانتصارات، ولازم يوسف يمثل بلدنا بهالبطولة العالمية، مو لأنه أنا المدرب تبعه وأعوذ بالله، بس الواقع بيأكد لك هالشي. ما اختلفنا، بالمقابل عندك الملاكم إبراهيم، وهو مثل ما رأيت من سجلاته انه فايز ببطولات عالمية كثيرة بمزز وبابي. اصبح شو بدنا نعمل بهالحالة؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا كابتن وديع، الحقيقة انا احترت والله حيرني. طيب اذا كانوا هالملاكمين على نفس السوية وعلى نفس المستوى، حضرتك ما في عندك طريقة لاختيار واحد منهم؟ وبصراحة انا فكرت اعمل قرعة بيناتهم، بس ما ارتحت لهالفكرة، خفت ينظلم واحد منهم. طيب انا عندي فكرة. شو هي؟ أنا رح خلي هاتنين يتلاكموا قدامك، ويلي بيغلب وبيفوز بيكون هو الأفضل، شو رأيك؟ الحقيقة أنا ما عندي مانع، لأنه الفكرة معقولة، واليوم البسها بيحكي مع اللجنة. صحيح أنا رئيس اللجنة، بس لازم أكون ديمقراطي. وإمتى بتحبوا تشوفوهم؟ أقرب وقت، لأنه عندي سفرة على الصين لاختيار ملاكم آخر. صدرك لا تفتحه منوب، عم تفتح له صدرك، عم ياخدك منسنية. انتباهته فورا واطلع له بصاعدة مركزة أول ما يلز عليك. صحيح هو أخذ الجولة الأولى، بس مو مشكلة، ركز معي منيح حتى ناخذ الجولة، فهمان؟ شحان تركيزك، شحان غضبك، تذكر كل شي بصيرك حتى تنفلق من الغيظ. تذكر طفولتك وقديش كانت طفولة معذبة، وانتفض. تذكر قديش مرقت عليك أيام نمت فيها بلا عشا وتمرد. تذكر أبوك لما كان يضرب أمك قدام الجيران. تذكر كم سنة ضليت فيها عم تلبس أواعي شحادة من عند الجيران. تذكر القهر، المعاناة، وانتفض. انتفض وهجوم. ولك شبك حلست بسرعة يا بطل؟ شبك؟ هاي فرصتك الوحيدة. لك شبك نايم؟ حاول تتذكر قديش عانيت انت وأهلك من الفقر والحرمان. اتذكر لما فصلوا أبوك من الوظيفة، ولما أخوك صغير دعسته سيارة ابن مسؤول على طريق المطار. اتذكر لما بيتكم انسرق مرتين، وتذكر ابن اللواء لما ضربك قدام خطيبتك بالشارع. اتذكر المستشفى اللي فتت عليها حتى تاخد إبرة كزاز، طلعت بعدها ومعك ريقان. اتذكر السرقات، اتذكر الرشوة، الفساد، اتذكر المآسي والبلاوية اللي عايشينها، وتطلع على خصمك وتخيل انه هو السبب بكل هالمشاكل. يلا يا بطل، يلا يا حبيبي، يلا يا ابطاي. ريدي
نقله. بدك شبك انت شبك؟ شو قصتك؟ ليش هيك عم تنوص وتحلس بسرعة؟ اتذكر الكبت والقهر يلي انت عايشه، اتذكر كيف الامريكان عم يحاربونا، شحان غضبك، اتذكر المجازر بفلسطين، لك اتذكر الحرب على العراق منتفض، اتذكر الانقسام العربي، الاقتصاد المتدهور، الفقر المدقع للمواطن العربي. حس بالكلام يلي عم قلك ياه، وتخيل خصمك هو عدوك اللي عم يحاربك مشان يغتصب أرضك. تخيل خصمك الواقف هنيك شارون اليهودي اللي بده يقتلك ويزلك ويشردك ويسرق أموالك إذا كان صفيان منه شيء. قوم يا بطل، يا بطل، نهض، انتفض، وهجوم، دمر عدوك. يلا حبيبي، يلا. شلون بدنا نحمسه هاد؟ طيب وينك يا بطل؟ اسمعني منيح وفتح أدانك. تخيل خصمك إنه هو اللي استعار قميصك الفيرزاتشي ورجع لك يا مفشي ومبقع، هو اللي ضرب لك السوفتوير تبع موبايلك، هو اللي سرق سيديات الأوديو منك تبع ناسي عجرم وروبي، هو اللي أحط لك دهان سيارتك الجديدة بالمفتاح، هو اللي سرق قائمة الويب سايت المفضلة عندك. تخيل انه خصمك هو صاحبتك يلي وعدتك وما اجيت، هو الشاب يلي تحداك بالكاونتر سترايك وغلبك قدام الشله، هو رفيقك اللي بيحط لك من الجل تبعك على الطالعه والنازله، هو يلي بعت لك رساله اس ام اس غزليه لصاحبتك. قوم قوم يا بطل، يلا فز، قوم ورجينا همتك نشوف. يلا يلا يا وحش، يلا يا بطل، يلا بوكس. المدربين لك قلت لك سلال لا تفتح له، يخرب بيته شو بو هجم عليك مثل التول هاي. لك قوم لعلك، شو بقى شو صار لك؟ لك انت فزت، مبروك مبروك.